بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الحضور الكريم، تنفيذاً لتعليمات الملكية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية في هذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة. وبهذه المناسبة نرحب بالسيدات والسادة رجال السلطة الذين التحقوا بنا في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية، والتي همت سلك رجال السلطة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة، والتي تهدف إلى ترشيد الموارد البشرية وإعطاء نفس جديد للإدارة الترابية وإغناء تجربة رجال السلطة عبر إعادة انتشارهم بمختلف المدن والمناطق على المستوى المحلي كممثلين للدولة وللسلطة المركزية في النسق الاجتماعي والسياسي على المستوى المحلي، والذي يختلف حسب العقليات والظروف ومكان العمل. كما نود التأكيد على الدور الكبير للسادة رجال السلطة في مواكبة الأوراش الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة وفق مبدأ الحكامة الجيدة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وحسن استقبالهم والاقتراب من انشغالاتهم اليومية، يضمن الارتقاء بالإدارة الترابية لتلعب الدور المنوط بها في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانسجام تام مع مختلف الفاعلين والمتدخلين من منتخبين ومصالح أمنية ومصالح خارجية وقطاع خاص ونسيج جمعوي تشاركية والفعالية الاقتصادية، وحيث أن رجال السلطة يمثلون وجه الدولة فإنهم مطالبون بالسهر على احترام القانون وفقا لأحكام الدستور والضوابط القانونية والمفهوم الملكي الجديد للسلطة ومشاغله وإيجاد الحلول المناسبة لها. إن التجارب أكدت أن المواطن ينظر إلى رجل السلطة بعين ترحيص من الناس واحترام كرامتهم، ولا يفوتني أن أثير انتباه السادة رجال السلطة
إلى دور كبير في تحضير أعوان السلطة بجميع أصنافهم، باعتبار هذه الفئة هم حجر الأساس في العمل اليومي لسيادة رجال السلطة، لأنهم يعتبرون العين الصاهرة على ما يجري في جميع الآيلات التابعة لنفوذ هذه العملة. مجموعة من رجال السلطة الذين نرحب بهم من جديد، كما نشكر السادة رجال السلطة الذين غادرونا على ما بذلوه من تضحيات جبارة لخدمة الصالح العام، متمنين لهم النجاح والتوفيق في تأدية مأمورياتهم بالعملات والأقاليم التي ستستقبلهم. وفقنا الله لما فيه خير وطننا العزيز، حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الأمير مولاي الحسن وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقى في عمل مصاري هذه العملة كل من السادة سيدي محمد العيشي، سيد محمد العيدي هو من مواليد 1960 بمدينة مراكش، متزوج وله جوج أبناء، حاصل على الإجازة في القانون، هو خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، حيث سبق له أن شغل الوظائف التالية: قائد مكلف بقيادة أزيلال بإقليم أزيلال، قائد قيادة زوب بإقليم أزيلال منذ سنة 1990، قائد مكلف بقيادة أي ستان بإقليم أزيلال سنة 1994، قائد رئيس الملحقة الإدارية ماسا بإقليم شتوكا إتبها سنة 2001، رئيس دائرة صويرة بإقليم صويرة سنة 2004، رئيس دائرة بني ملال بولاية بني ملال سنة 2008، وقد تمت ترقيته ليشغل منصب كاتب عام بعمالات المحمدية. السيد أحمد بن القي، السيد أحمد بن القيد هو من مواليد سنة 1979 بوجة، متزوج وله ابن واحد، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلاقات الدولية من جامعة محمد الخامس بالرباط. السيد نور الدين عبد الله هو من مواليد سنة 1964 بمدينة بركان، متزوج وله ابن واحد، حاصل على دبلوم الكتاب العام للجامعات المحلية وعلى دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: كاتب عام جماعة دار عسلوجي بسيدي قاسم سنة 1998، قائد تاسينت بإقليم فيكي، قائد بغاسين سنة 2008، قائد ببشاوية ويسلان بعامة مكناس سنة 2010، قائد الملحقة الإدارية 16 بمكناس بتاريخ 23/8/2011، قائد زلف بن عامر بمكناس بتاريخ 23/شتنبر/2011، قائد قياس بن عبد الله بإقليم الحسيمة منذ 29/شتنبر/2013، رئيس دائرة نتا بهذه العمالة. السيد رشيد بقاني، السيد رشيد بقاني هو من مواليد سنة 1979 للدار البيضاء، متزوج له طفلين، حاصل على الإجازة في القانون الخاص وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المعاملات، وهو من خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1945، حيث سبق له أن شغل الوظائف التالية: قائد قيادة سيدي عبد الله غياد دائرة عيتورير بإقليم الحوز منذ سنة 2010، وقد حل بنا ليشغل مهمة قائد قيادة بني خلف. السيد أحمد مغازي، السيد أحمد بوغال هو من مواليد سنة 1971 بوجدة، متزوج وله جوج أبناء، حاصل على دبلوم دراسات عليا المعمقة في الاقتصاد الجهوي، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية 1941، سبق له أن يشغل الوظائف التالية: قائد قيادة كوميا في إقليم خنيقرة من سنة 2006 إلى سنة 2012، قائد بإقليم ميدلس من سنة 2010 إلى سنة 2012، قائد قيادة بوشان بإقليم الحامنة من سنة 2012 إلى سنة 2018، وقد حل بنا لشغل مهمة قائد قيادة سيدي موسى معلم. السيد يونس الياسيني هو من مواليد
1989 بالجديدة، متزوج وله أب جوج أبناء، حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية تخصص تسيير المقاولة، دبلوم الدراسات العليا تخصص جيني لوجيستيك، خريج معهد ملك الإدارة الترابية فوج 2011، وقد سبق له أن شغل مناصب تالية: قائد الملحقة الإدارية التالية سيدي سعيد إقليم شتوكا إتباع، وقد حل بنا الإشارة مهمة قائد قيادة الزنازة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبتنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا وأعنا وسددنا وبارك أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ووفقنا جميعا لما فيه رضاك، واحفظ اللهم بلدنا هذا واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ له كل أسباب النجاح وكل أسباب الازدهار والرقي والرفاهية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. احفظ اللهم أمير المؤمنين، اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. احفظه اللهم في صحته وعافيته، احفظه اللهم في حله وترحاله، احفظه اللهم في ولي عهده الامير مولاي الحسن وفي باقي افراد اسرته الملكيه الشريفه، انك سميع مجيب. ونحن بدورنا في مجلس العلم المحلي نرحب بهذه التله المباركه من رجالات السلطه، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم ولرجالة السلطة جميعا بهذه المدينة الذين غادروها والذين حلوا بها والذين هم بها أيضا، نسأل الله تبارك وتعالى لهم جميعا التوفيق والسداد. اللهم وفقهم وأعنهم وسددهم وبارك أعمالهم جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلهم جميعا في خدمة الصالح العام وعند ظن أمير المؤمنين.